بدنا نطلع على الغوطة نشوف شو الوضع. نشوف أول شيء قوات مسلحة التشكيلات اللي عم تقاتل المناطق اللي تحررت. ناخذ الغوطة من الشرق من عند النشابية وصولا لجسرين. جسرين كان فيها قتال شرس و يعني كانت ربما تكون واحدة من أقصى المعارك خلال الأسابيع الماضية. لكن اليوم حسب ما فهمنا بسأبة وبكفر بطنة ربما يكون في تسليم. في مفاوضات دخل الجيش لجزء من هالمناطق وإن شاء الله أي شيء ممكن نحرره بدون قتال فهذا هو الشيء الصح. يعني كمان لا ننسى أنه في مدنيين الواحد يحافظ على حياتهم. كلنا بنعرف أن المسلحين عم يستخدموهم دروع بشرية